الليلة بثنا المباشر عن عزة الدوري وعودة حزب البعث ومباركة المضجع الأعلى علي السيستاني. هل يجتمع حزب البعث مع الموالين؟ وكيف حدث ما حدث بين البعثية وتهديداتهم لكل من لا يوافقهم الرأي؟ لماذا حزب البعث يمول جماعته ويصنع ذباب الكتروني على الصفحات لتهديد أي شخص يحاول كشف جرائمهم التي حدثت في العراق بمعرفة الرئيس صدام أو عدم معرفته؟ أنا ينتهي حكمي سنة 2024، أنا راجع.